سلام سلام، ان شاء الله راكم بخير. عاودت رجعت لكم مع رابح. يعني ثاني ما شاء الله عليه، اللي اول مره يدخل القناه نقولوا ما تنسونيش بابوني، واللي يحب رابح وفرح برابح وحبيبه في زوج ثاني ما تنسونيش بجامو ابوني. خليكم مع اللقطه، يعني اللي ولا اروع لحظه الفوز تاعو روعه روعه. الشيء اللي يعجبني انه واقف بكل ثقه. هذو نسب فقدان الوزن نسبه دائما الأول. يبقى منير اكبر نسبه، دائما منير اكبر نسبه. الان رابح يلتحق به ويفوت ويربح رابح. راح يجري عندي ما شحال اثرت فيا هذه اللقطه. والفرحة يعني مسكين هو ما قدرش يدفن باباه بسبب الوزن تاعو، ماشي حاجة سهلة. الرائعة ما بين الأم وولدها، مبروك مبروك. حالة مسكين يعني النظرة تاعو كامل غير حزن، حتى راهو فرحان. صح شوف فاز بلقب عندي غير تفكر هذيك اللقطة تاع انه ما قدرش يدفن بابا. عطونا تفيقة حارة. فضلا وليس امرا، ديروا لي ابوني قبل ما تخرجوا من القناة، ومع السلامة. صحة فطوركم.